برزنتيشن سبورتس، الكورة حياتنا. على وسط الملعب مرة تانية، حلوة قوي، ماشي ماشي، حط حط، صلاح 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 صلاح، عايز يتليم، حلوة على شمال، يلا يا سيد، أرضية، وهي وهوبا، الله الله يا صلاح، الله الله يا صلاح، الله، ايه الجمال ده يا ابني، ايه الجمال ده يا ابني، ده انت كلك حلويات يا صلاح، ايه الحلاوة دي يا ابني، اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو، اه ياني منك، حلوة حلوة حلوة، دي لمسة ايه دي، دي لمسة ايه دي، بص عبد الله، يا عيني يا عيني، ده انت مركب في بطن رجلك نشنكات، والله يا ابني نشنكات، حطيته على سن نبلة التبانة وحطها على شمال، حلوة 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 للصبح يا صلاح، يا سلام، النجم نجم يا ابني، وبص بص، شاور على الراجل على طول، شاور على عبد الله، بيقول لهم ايه الإشارة دي، ليها معاني يعني يا عبد الله، ويا ناس خلي بالكوا شوية من عبد الله، خلي بالكوا من عبد الله، حطوه في القلب، حطها له ايه ده، حطها له سلوفان، وادي الراجل قاعد على ارضه، قاعد على ارضه زبون، فرناندو سانتوس هيتجنن، يعمل واحدة ناحية الشمال، استلام، خلي بالك خلي بالك خلي بالك من العرضية، خلي بالك من العرضية، جول جول كريستيانو، خلي بالك من العرضية، بص الغل بص الغل، وماله ما يجراش حاجة يا كريستيانو، ما يجراش حاجة، يعني لك الشرف ان انت اتعادلت معانا، كريستيانو في الدقيقة 92 خلى البساط احمدي، ما يجراش حاجة، لكن اتعلقت حلوة قوي، طلع حجازي ما قدرش يلمسها، والشناوي والله حاول فيه، لكن الكرة قوية عملها له كواريزما، حلوة قوي قوي، ودخل كريستيانو يا جماعة، نجم كبير، نجم كبير جدا جدا، حط ايده حلوة قوي قوي، محمد الشناوي برغم قوتها والمسافة القصيرة جدا، لكن هايل والله يا شناوي، يعني اخر لعبة، اخر لعبة في المباراة، اخر لعبة في المباراة، وداخل والعرضية العالية، هوبا، والهدف والهدف، بص بص بص، اوفسايد، عايز ايه يا عمنا، عايز ايه يا كريستيانو، اوفسايد يا حبيبي، اوفسايد يا حبيبي، لكن ده يوريك منتخبنا عمل ايه في كريستيانو، الغل اللي انت شايفه هو بيعترض عليه، يلا يعني ماليش دعوة، ماليش دعوة، هي هي اوفسايد وخلاص، هي اوفسايد وخلاص، لكن شوف الغل بتاع كريستيانو، غل كريستيانو ان هو مش عاجبه، مش عاجبه، بص خلي بالك، هو طلع اهو، طلع وحطها، حطها قوية جدا، نجم، احسن لاعب في العالم، ما نقدرش ننكر، لكن الغل اللي هو فيه ان هي ما اتحسبتش، هذا هو الغل بتاع منتخبنا اللي ولده في قلب منتخب البرتغال، وحسبها هدف، حسبها هدف، زي ما قلت لكم، هي هدف الحقيقة، هي هدف الحقيقة، هي هدف الحقيقة، وانا قلت كده، لكن مش مشكلة، مش مشكلة على الاطلاق، مش مشكلة على الاطلاق والله، ابدا، اوعوا تزعلوا، اولا ده ماتش ودي، ثانيا ده جابوا جون ايه، ده جابوا جون في الدقيقة 91 وجون في الدقيقة 93.